السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية أطفال الرمث النموذجي الصف الأول زائد. اليوم يا أول رح ناخذ حرف جديد من حروف اللغة العربية، ورح ينضم لأخوتنا الحروف اللغة العربية اللي أخذناها سابقا، لكن رح ناخذ تجريد حرف جديد. لكن قبل ما أحكي لكم ما هو الحرف، نتذكر حرف أخذناه سابقا. ما هذا الحرف يا أول؟ ما هذا الحرف؟ حرف العين. أحسنتم، اسمه عين، صوته إع، صحيح؟ اليوم رح ناخذ توأم لحرف العين. توأم حرف العين اسمه حرف الغين، اسمه حرف الغين. لكن نشوف شو بيختلف حرف الغين عن حرف العين. يلا، اسمه غين، اسمه غين، صوته إغ، اسمه غين، صوته إغ، اسمه غين، صوته إغ. يلا يا أول نقرأ الكلمات الموجودة على حرف الغين ونلاحظ أشكال حرف الإغ. غالي، غنم، غالي، غنم. أين أتى حرف الغين؟ أتى حرف الغين في أول الكلمة، أتى حرف الغين في أول الكلمة. انظروا يا أول إلى حرف الغين. طيب، كلمات: رغوة، رغوة، مغسلة، مغسلة، رغوة، مغسلة. نشوف يا أول، أتى هنا حرف الغين في وسط الكلمة، لكن في وسط الكلمة أتى شكلان، ليش؟ شوف يا أول، هون قبل حرف الغين شو أجا؟ حرف الراء، وحرف الراء مسكين أم رفاس؟ رفاس، ما بيمسك بالغين، فالغين ظل فاتح عينه. لكن مغسلة، مغسلة، شوفوا يا أول، حرف الغين أجا قبله حرف الميم، وحرف الميم حرف مسكين، فمد إيده لحرف الغين سكر سكر عينه مثل حرف العين. مش حكينا لما يمد إيده الحرف المسكين بسكر عينه فبيغمضها حرف العين، ونفس الإشي حرف الغين. مد إيده حرف الميم فحرف الغين سكر عينه. إذن يا أول عندنا شكلين في وسط الكلمة، شكلين، الشكل هذا لما يجي قبليه حرف رفاس، والشكل الثاني لما يجي قبليه حرف مسكين. طيب نشوف يا أول، صمغ، صمغ، فارغ، صمغ، فارغ. أتى حرف الغين في آخر الكلمة، لكن في شكلين مختلفين أيضا. شوف يا أول، الشكل الأول أتى قبله حرف، أتى قبله حرف مسكين فغمض عينه حرف الغين، مد إيده، مد إيده وغمض عينه. لكن في فارغ حرف الراء حرف رفاس، ما بيمسك بالغين، فالغين ظل فاتح عينه لأنه أتى قبله حرف رفاس. تمام، إذن كم شكل لحرف الغين يا أول؟ عندي الشكل أول وسط الكلمة منفصل، غين في وسط الكلمة متصل لما يجي قبله حرف مسكين، حرف الغين في آخر الكلمة متصل لما يجي كمان قبله حرف مسكين، وحرف الغين في آخر الكلمة منفصل لما يجي قبله حرف رفاس. هاي أشكال حرف الغين. طيب يا أول خلينا نحلل الكلمات على حرف الغين. غالي، غا، لي. غنم، غ، ن، م. رغوة، رغ، و، تن. مغسلة، مغ، س، ل، تن. صمغ،
صم غن فارغ فاري غن. طيب يا أول خلينا نشوف مقاطع حرف الغين. مقاطع حرف الغين حكينا لحرف الغين أربع أشكال، أربع في وسط الكلمة متصل، في آخر الكلمة متصل، وفي آخر الكلمة منفصل مع حركات المد. إغ غ غو غي مع حروف المد. غا غو غي غي و غا مع حرف المد ألف المقصورة. طيب يا أول نشوف مع الشدة غ غ غو غو غي غي. أيضا كمان يا أول بزبط على إغ إغ، لأنه كمان تيجي هاي الشكل في وسط الكلمة. أيضا بزبط إغو وإغي لأنها في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة أيضا. طيب يا أول نشوف حرف الغين مع الأل. ال، طيب شو بقرأها؟ ألغى ولا أغى؟ ألغى ولا أغى؟ ألغى. إذن حرف الغين من حروف اللام القمرية، يكتب ويلفظ ألغى ألغو ألغي. مع التنوين غن 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 غن. ليش حطينا يا أول الشكلين؟ لأنه الشكلين في آخر الكلمة، فبزبط على هاي شكل أو هاي. وفي عندي غن غن. ومع الهمزة الأغ الأغ الأغ. إذن هاي مقاطع حرف الغين. شوف يا أول حرف الغين حكينا له أربع أشكال، تمام. نكتب لماما هون إملاء المقاطع، المقاطع والكلمات نكتبها إملاء. نقرأ الكلمات ونحللها، نضع دائرة على حرف الغين، نضع دائرة على الكلمة التي يوجد فيها حرف الغين، أحلل كلمات حرف الغين، أركب كلمات حرف الغين، أقرأ قراءة سريعة لماما. عطش الغراب عطشا شديدا، رمى الحجارة في الجرة. نكون كلمات على حرف الغين ونلون حرف الغين. نكتب يا أول حرف الغين في الشكل المناسب في الكلمات، ونكتب بخط جميل ومرتب. هنا يا أول نكتب بخط جميل ومرتب، مش مثل هذا الخط مش حلو، نكتب بخط حلو، تمام.